السلام عليكم ورحمة الله. يا ترى حد فينا سأل نفسه إيه فضل الصوم؟ ربنا سبحانه وتعالى أنزل الشرائع، ومن هذه الشرائع شريعة الإسلام. الله يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى دي أكبر فضائل الصيام، أكبر ثمرة على الإطلاق. أنا وحضرتك وحضرتك وكلنا هناخد الثمرة دي، إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا لو صمتوا صيام صحيح وسليم هتاخدوا التقوى. التقوى يعني إيه؟ التقوى يعني الفلاح. التقوى هي اللي بتديني ضمير. النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل. هتصوم يوم واحد لله، ربنا هيباعد عن وجهك النار 70 سنة.